الجولة عبارة عن راح تكون هنا عندك أكواب وفي رسمة جوا ولازم ترتبيها. وعند تبدأ بعدين لما تخلص يجي تمسكني تمسك يدي وأبدأ أرتب وإذا ما خلص وتروح عند غينا ولما غينا تخلص توقف عند الكرة اللي تخلص قبل هي تمسك. لا
غش والله غش والله لا 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 ما راح اكل شيء اطالب انه ما راح ناكل صح لا ما راح اكل شيء صح لا 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 غش ما راح لا ياكلون كل شيء شو الشاذ ياخذ يستاهل عقاب ربي غش اطالب ما راح اكل شيء انا بجيب امي طيب الحين وين هو طالب اني ما ناكل شيء يلا الحين راح نعطيهم العقاب استحيوا ما حد قالوا ما يفوزون يلا خلينا يلا 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 في اثنين حلو في واحد حلو أربعة وثلاثة لا في واحد حلو نص كلها مو فكر وان تو ريأكشن بسم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم دقيقة وين الأكل؟ يا رب سكر قربة سكر فلفل أسود يا جماعة جماعة ايش؟ كمون يا لا يا ليه يا فلوس طيب على مزاجي المزاجي على مزاجي يلا انا على مزاجي انا مزاجي انا مزاجي انا مزاجي انا مزاجي والله مايا يلا على مزاجي لا لا يلا مصرة يا بنت يا حرام ما بي بابي بيحطك في النار حلو من قدش ليه ما حطيتي ليمون ليمون ترى حلو يلا يلا يا فلفل اسود صايا وتنقهر اه لا 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 خلص لا 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 قربة يا وش ايش اقول لك دقيقة طبعا الحين بدوكة 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 ليه تحبي الحق حلو حلو اقسم بالله انه حلو الحين نعطيها قرفة انا ما اشوفها بطلع حرتي في القرفة لا 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 بلمت بلمت والله حلو والله طلع لا 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 مستحيل شوي لا مستحيل انا تبي قرفة اعطوها اوكي ها انا راح امتش راح امتش هات انا باكل لا لا انا لا مو انا لا ما ارتاح لا ترتاحي ما حد قال خلص راي ساعة يلا 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 غبي يا عريسة يا 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 حالي انا قاعد اكل ها ايش هذا مسكينة انا كل شيء حقي عوضي يلا بكتب خلاص واخيرا انا اسف انا باكل اخر واحدة ليش ولا شيء حتى انا خلاص انا وكذا خلصنا التحدي وكان مرة ممتع ممتع وحمس لكن العقاب اكلت غنى طلعت حرتي فيها ايوه وعشانهم يقولون غشاشة ليه ليه حبيبتي طيب كان مرة ممتع 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 طبعا كان التحدي جدا ممتع 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 مرة 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 حماس وكل شيء اتمنى ينعاد كذا هذا اليوم كذا 60,000 مرة كذا خلصنا لازم نرجع مرة ثانية طبعا اكثر شيء ما عجبني اللي هو العقاب القرفة انا ابدا ما احبها خلاص احسن 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 هاي وين عجبتني احسن ويلا مع السلامة طبعا ايوه هذا النهاية اللي يقولون مو تنقهر مو تنقهر هم اللي مو تنقهر يا حبيباتي
انتوا اياها. شوف انا انتقمت من رد، هذا مو انتقام، هذا يعني حلب. وانا انتقمت من لجي، ملعقه كامله اكلتها كذا كذا. الساده عادي، احب السكر. ايه وقولوا مو سكر، مو سكر طبعا. الساده خلاص طبعا. بس طبعا اليوم تحدي مره حلو. طبعا التحدي مره حلو وممتع، بس ان الغش فيهم مره 100%. واكبر واحده غشاشه ممتازين، الغش ممتازين. اكبر واحده لا يا بودو، شفت نفسنا بهذيك؟ قهد قامت والله انا ثاني غشاشه. يلا قامت قالت هناك احنا ما فزنا. فهم التحدي كان حلو واستمتعت معك مره يا اماني. انا تونا خلصنا التحديات، مرة شكرا أماني، مرة استمتعنا، وإن شاء الله ينعاد اليوم. وبس إن شاء الله ينعاد اليوم. لا تنسوا